اهلا بكل مشاهدي برنامج الطبيب، معاكم في فقره مميزه جدا. لما بحب اتكلم عن الاسنان في كل حاجه ببقى مبسوطه، لان انا شخصيا مؤمنه جدا ان يعني لما عيني او نظري ينزل على طول على حد كده بيبتدي ينزل عند النقطه دي الاول. يعني اول ما ببص لحد كده انت نظرك بيجيب نص وشه، بيبقى طبعا مهتمية جدا انا طبعا بتجميل الانف وتجميل الاسنان. ولكن في ناس عندها الموضوع بيزيد، ان انا وانس الانسان اللي قدامي ابتدى يتكلم ويفتح بقه حتى لو كان يعني في جمال العالم انا نظرتي بتختلف. ليه بقى؟ دي بتبقى حاجة غصب عننا، ما بنقولش طبعا ان دي خلقة ربنا ولا حاجة، لا، لان في ناس بيبقى عندها مشاكل في الاسنان ناتجة عن اهمالهم للاسنان، ناتجة عن حادثة مثلا، ناتجة عن تدخين مثلا زيادة. في ناس بتبقى مولودة بمشاكل بيبقى غصب عنها، دي حاجة مش بارادتها. فاحنا مش بننبذ حد، ولا بل بالعكس احنا بنقول ان السعي وراء تجميل الاسنان دي حاجة مهمة جدا، لان هي ممكن كمان تكون تجميل علاجي، مش تجميل بس ان انا مظهر خارجي وفقط لا غير. النهاردة معانا ضيف فقرتنا، يعني هو لما هيكون معاكم على الشاشة انتوا هتعرفوه. ليه بقى؟ انا ماشية في مصر الجديدة الاقي بوستر معمول لي، انا ماشية في مدينة نصر الاقي بوستر، هو موجود في كل مكان، يعني مش سايبنا في اي حتة، افتح الفيسبوك الاقيه موجود. يعني بروباجندا جامدة جدا لدكتور نور، وده طبعا اكيد بيرجع لتميزه ونجاحه. خلينا بقى النهاردة ننقل التميز والنجاح في كل معلومة دقيقة هنقولها داخل الفقرة. بس خليني ارحب بيه الاول، دكتور نور الدين مصطفى، اخصائي تجميل الاسنان بجامعة القاهرة، عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان بجامعة نيويورك، مدرب معتمد من الجمعية الدولية للتصوير الرقمي في برلين. أهلا دكتور نور في برنامج الطبيب. أهلا بيك، منورنا. أنا اللي متشرف بيك. قولي بقى أنت عامل إيه مع الناس وفي التجميل، وليه الناس يعني بتجري كده على طول على دكتور نور بكل صراحة؟ هل دي بترجع طبعا اكيد للخبرة، تقنية معينة بتمشي بيها، فكر معين، مش محدش ماشي بالتكنيك ده؟ انا عايزة السر يعني بصراحة. طيب خلينا نتفق ان تجميل الاسنان في عالم طب الاسنان اعتبريه من اكبر العمليات اللي بتتم وبتحتاج تخصص كبير قوي. يعني اعتبري كده تجميل الاسنان، عشان في بعض الناس بتفكر ان تجميل الاسنان ده زي انها رايحه تعمل ميك اب، ولا رايحه تعمل شويه ليزر في وشها، او يعني الاجراءات البسيطه قوي. طبعا لا، تجميل الاسنان في طب الاسنان اعتبريه عامل زي عمليه القلب المفتوح. اوكي. لانه بيتعمل بتقنيات وبطريقه معينه علشان التجميل يطلع مظبوط ومن غير ما يضر حاجات كتير. يعني احنا لو بصيتي على صفحتنا على الانستجرام هتلاقي معظم الشغل اللي احنا بننزله هي حالات بتتعاد. ليه بتتعاد؟ تعاد لان فيها مشاكل. يعني مش معنى ان انا الناس بتستسهل، انا عايز اعمل تجميل اسنان فاشوف بقى اقرب حد اروح ما اسالش اصلا اجري ورا اوفرز ممكن كمان طبعا باسعار ما تجيبش طبعا حتى الماتيريال، ما تجيبش ثمن الماتيريال الاصليه. آه. ما ده اللي هتكلم معاك فيه برضو. دلوقتي فموضوع تجميل الاسنان ده موضوع حساس جدا ومتخصص لاعلى درجه، لان تجميل الاسنان ده هو مش برانش واحد، ده تخصصات كتير قوي مع بعض. احنا يعني انا شايف ان اهم جزء بيميزنا رقم واحد الفريق الطبي. الفريق الطبي بتاعنا اللي بيقوم باجراءات تجميل الاسنان من اول ستيب لغايه اخر ستيب كلهم اخصائيين واستشاريين وعندهم خبره كبيره قوي، اقل واحد عمله على الاقل 1000 حاله. ما شاء الله. علشان يبقى في الفريق بتاعنا، عشان يبقى منضم للفريق بتاعنا وبيشتغل. خبره عامل مهم قوي. ده المساعدين لحضرتك اللي هم على الاقل عملوا؟ مش مساعدين. لا ماشي، انا اسفه في التعبير شويه، حضرتك اكيد بيبقى كلكم تيم ورك، بس انا قصدي ان يعني اللي هو عمل 1000 حاله ده برضو من الفريق بالظبط. مع حضرتك. هو هي الفكره ايه؟ الفكره اعتبري تجميل الاسنان ده مثلا زي تصنيع عربيه فاخره، حاجه كل حد ليه اللي بيعمل مكان معين، غير اللي بيعمل الديزاين ككل، غير اللي دارس الميكانكس، غير اللي بيعمل كهرباء، كل حاجه صغيره جدا جوه العربيه ليها متخصص بتاعها. المتخصص ده على اعلى درجه عشان يطلع
احسن حاجه في الجزء الصغير ده. حلو قوي. فاحنا بقالنا اكتر تقريبا اكتر من 20 سنه عندنا خبره من اول الناس اللي اشتغلت تجميل اسنان ايام لما كنا كاتبين على اليافطه تجميل الاسنان مش كان عارف احنا ايه. يعني الناس مش عارفه احنا تخصص يعني ايه تجميل اسنان قبل ما يبقى عندنا ثقافه وعي لتجميل الاسنان. بالظبط 2001 دي ما حدش عارف يعني ايه تجميل اسنان اصلا. فاحنا من اول الناس اللي اشتغلت على تجميل الاسنان. تعامل معانا فريق من اكبر الفرق الطبيه كلهم ومعظمهم مدرسين في اعرق الجامعات. يعني هو مثلا اللي بيحضر الاسنان ده مدرس كبير في جامعه كبيره بيعلم دكاتره ازاي يحضروا. فانت متخيله اللي بيحضر هو ايه. اوكي السيكونس هنتكلم واحنا شغالين واحنا بنتكلم هنفهم اصلا تجميل الاسنان ده بيبدا ازاي وخطواته ايه عشان نفهم يعني ايه فريق طبي بيشتغلوا. فده اكتر حاجه بتميزنا. الميزه الثانيه ان احنا طول عمرنا بننتهج في عالم تجميل الاسنان تقنيه الهاند ميد.